السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلنا اليوم يقول جرح السيف يبرع بمرهم من ودوة، ولكن هيهات مجروح اللسان يطيب. المثل له قصة. صارت هوشة بين يعني بين عائلتين كذي، بين عائلتين صارت هوشة، ناس تهوشة مع بعضهم البعض على شيء تافه ما ينقال، ما ينقال. وقاموا الرجال ودشوا في الهوشة مع الحريم وتهوشوا. تهاوشوا، اللي انجرح في السيف في يده، واللي انجرح في يد الثاني، واللي في ريله، واللي انجرح في قلبه بالكلام. قام الكلام على طول المدة وهو يقرقر في قلبه. كل من يشوف اللي جرحوه تذكر هذه الشيء، في الأمثال ما قالت عبث، لا ما قالت إلا في مكانها، في مكانها أمثالنا إحنا الشعبية، مثلنا القطرية والخليجية، قالت في مكانها يقطونها عليهم جرح السيف. طاب طاب جرح السيف، طاب دوا دوا يوم يومين ثلاثة أيام أربعة أيام وطاب. لكن الكلام كان من في القلب، ما يروح الكلام من القلب. هذا المثال نضربه في لما يصير بين الناس، بين أخت وأخته مشكلة، يعني لازم ما تقطع عليها كلام يعني يابس يعور قلبها، أو بين أخوه وأخته يعني ما يقط كلام على أخته يعور قلبها. فهذه المثل ينقال جرح السيف يبرع بمرهم من ودوة، ولكن هيهات مجروح اللسان يطيب.